الله أكبر الله أكبر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآن أنتقل مع حضرتكم إلى نقطة أخرى من النقاط الهامة التي تهم كل حد، ولكن هذه النقطة يعني مش من أركان الحج، ولكن النقطة دي ينبغي على كل حاج إن هو يعني ياخد فكرة عنها، ولا سيما إن هو يعني الحجاج اللي هم أول مرة يسافروا، وهي السفر وحقيبة السفر. حقيبة السفر في الحج موضوع مهم جدا، ويمكن من أسباب نجاح الحج إن الإنسان فعلا يعني يبقى معاه حقيبة مناسبة، ويكون معاه في الحج مجموعة من الأدوات الهامة اللي هتسهل عليه إن شاء الله تعالى هذه الرحلة المقدسة. تعالوا كده نبدأ بإذن الله تعالى، وأنا إن شاء الله تعالى يعني هحاول أقرأ من كتاب واحد من الكتب اللي اهتم بموضوع الكلام عن شنطة الحج. يقول أحد المؤلفين إن الكثير منا لا يحسن تحضير حقيبة سفره، ويوكلها في الغالب إلى زوجته أو إلى من ينوب عنه كأمه وأخته. وأنا أقول لهؤلاء لن يكون أحد أقدر منكم على تحضير حقائب سفركم. هو بينصح أن كل واحد هو اللي يحضر شنطته بنفسه، ما يسيبش حد هو اللي يحضرها له حتى لو أقرب الناس إليه، لأنكم أنتم وحدكم الأعلم بما تحتاجونه من أغراضكم في أسفاركم المختلفة. وده فعلا هتشوفه لما هنتكلم بإذن الله تعالى عن الأشياء اللي احنا هنحتاجها. من الحاجات المهمة جدا اللي ينبغي على الحاج اصطحابها يعني أثناء سفري بإذن الله تعالى في الحقيبة بتاعته، يقول المؤلف: ومنها الملابس على اختلاف أنواعها، الداخلية أو الخارجية أو الجوارب أو الأحذية أو النعال. وطبعا من أهم الحاجات اللي هيحتاجها الحاج في رحلة الحج الحذاء الغير مفصل على القدم، اللي احنا بنسميه شبشب، أو بيبقى شبشب خفيف مثلا من البلاستيك عشان يسهل التحرك به، وعشان كمان يعني يبقى ملائم للناحية الشرعية. كذلك في شنطة الحج لو في طبعا اصطحاب للأطفال أو غيرهم ينبغي فعلا إعداد الأشياء الخاصة بهم. ويقول المصنف أيضا: اختار الحجم المناسب لحقيبة سفرك بحسب عدد وحجم الأغراض التي سوف تحملها معك، وحذار أن تودع أغراضك في حقيبة أكبر من حجمها فإنها تسبب الفوضى. وده فعلا بيعمل فوضى أثناء الحج، ولا سيما لو إنسان اصطحب يعني حقيبة كبيرة في مكان غير مناسب، لكن زي ما هنشوف إن شاء الله تعالى الأكثر حقيبة مناسبة للحج. يقول رابعا: ومنها بعض الأدوات الخاصة كفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان وصابونة الوجه ومزيل العرق والعطر. يعني برضو الحاجات دي أحيانا الإنسان يروح وينساها، فبدل ما تقعد يعني تلف وتدوخ وتبقى يعني في حيرة من أمرك إن أنت تدور على مكان بيبيع هذه الأشياء، لأ خدها معاك دلوقتي وأنت مسافر من بلدك. كذلك بعض الأشياء اللي بتمثل الإسعافات الأولية أو ربطات الجروح أو غيرها من الحاجات المهمة اللي ممكن يعني يطرأ لقدر الله أي حادث أو أي شيء. يقول المصنف أيضا: أما جواربك فبإمكانك أن تضعها في فرج حقيبتك ويسرى، بحيث تحافظ على تماسك جميع الأغراض داخل الحقيبة. يقول بالنسبة للحذاء فيمكن وضعه في الجيب الخارجي للحقيبة بعد وضعه في كيس واقي. كذلك طبعا لو في حد من أصحاب الاحتياجات الخاصة بياخد معاه كرسي خاص به، طبعا ده شيء مهم، ولكن في الحرم المكي بالذات عشان مسألة الطواف والسعي، ففي هناك في الحرم الكراسي دي موجودة بالفعل، ويستطيع الحجاج ان هم يعني ياخدوها بشكل مجاني، وده من تيسير الله سبحانه وتعالى للحجاج في هذه الأماكن المقدسة. المؤلف أيضا بيقول: ومنها جهاز قياس نسبة السكر في الدم لمرضى السكر، أو قياس الضغط لمن يعانون من تغيير ضغط الدم. الأجهزة دي طبعا ينبغي ان الإنسان ما ينساهاش معاه وهو مسافر، لأن زي ما قلت برضو الحاجات دي ممكن هتلاقيها هناك بأثمان غالية للغاية. يقول المصنف أيضا: ولا يظن القارئ الكريم أن هذه الأشياء سوف تأخذ حجما كبيرا في حقيبة سفري، لا، فإنها سوف تأخذ حجما صغيرا جدا من حقيبته، بل ويمكن جمعها في حقيبة يد صغيرة لا يتجاوز حجمها 30 أو في 20 سنتي، ويكتفى فيها بأخذ شريط من كل نوع من هذه الأدوية. ده برضو حتة الأدوية والأشياء دي مهمة جدا عشان خاطر الحجاج أو أي إنسان عنده مرض، ربنا سبحانه وتعالى يشفي المسلمين أجمعين يا رب. المصنف برضو بيركز على حاجة مهمة جدا، يقول: ومنها أكياس
مناديل ورقية من الحجم الكبير يكفي فترة السفر. الحتة دي مهمة جدا، ولا سيما ان في ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة، والانسان بيبقى موجود في اماكن واتوبيسات فبيحتاج دايما لهذه المناديل. يقول: ومنها بعض الأدوية والعقاقير المهمة التي لا يستغني عنها في حالة الطوارئ، كمزيل للألم ومانع للإسهال ومزيل للمغص وتقلصات المعدة ومضاد حيوي للالتهابات او نزلات البرد وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا ومزيل لاحتقان الأنف، ولا مانع من اخذ مضمضة للفم والحلق تمنع من نشاط البكتيريا الضارة. واحد يقول لك: طب ما في هناك أجزخانات انا ممكن اشتري. لا، ما هو ليه بقى المؤلف الكتاب ده بيقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن الانسان يتعرض ان هو يبقى موجود في اماكن ما فيهاش الأجزخانات والحاجات دي، فمش هيلحق وفي زحام شديد جدا، فهيضطر ان هو، فهو بيقول لك من دلوقتي خد الاشياء دي الموجوده معاك عشان ما تقعدش انت ولا سيما لو في انسان بيتعاطى دواء معين والدواء ده مش موجود مثلا في كل الأجزخانات. كذلك يقول صاحب الكتاب، يقول: ابدأ في ترتيب أغراضك بوضع ملابسك الداخلية في أسفل الحقيبة، واجعل ترتيبها على مستوى واحد أفقي. يقول: ثم قم بترتيب ووضع الملابس النوم بعدها البيجامات أو الأسواب أو الجلاليب، وبعدها قم بوضع أسوابك الطويلة زي الجلاليب يعني. يقول: بحيث يكون ما تحتها كالبطانة لها وما فوقها واق لها. يقول: وقم بترتيب قمصانك كذلك بنفس وضع ترتيب أثواب. أيضا من الحاجات المهمة جدا اللي اتكلم عنها بالمصنف، يقول: ومنها مناشف كافية لفترة السفر. الحتة دي مهمة جدا برضو، الإنسان يصطحب معاه مناشف، ولا سيما تبقى مناشف كبيرة الحجم، لأن الحج كل شوية بقى فيه اغتسال مثلا لدخول مكة واغتسال للإحرام وهكذا، فهتلاقي يعني في احتياج شديد جدا للمناشف دي. كذلك الإنسان يعني المفروض يصطحب معاه طبعا مصحف خاص بيه، بحيث إن هو في فترات اللي يبقى في فترات طويلة من الجلوس في الأتوبيسات مثلا، سواء التنقل ما بين مكة والمدينة أو حتى ساعات الطريق بيزدحم، فبيبقى الإنسان يعني بيجلس في ذكر الله سبحانه وتعالى مع كتاب الله عز وجل. كذلك برضو من الحاجات المهمة جدا الإنسان يبقى معاه الفرشة ومرآة. المرآة دي برضو مهمة جدا، يمكن حاجة بسيطة بس مهمة جدا في الأماكن دي. كذلك يا ريت الحج يصطحب معاه قلم، لأن الإنسان بيتعرض إن هو مثلا يكتب مثلا في استمارة أو يكتب اسمه مثلا في حاجة زي كده أو يدون أو يحتاج يكتب إن هو بعض الملاحظات، فبدل ما يقعد برضو يلف ويدور على الاقلام يبقى معاه القلم ده اصلا. كذلك حاجه مهمه جدا وهي الفتاحه التقليديه اللي هي احنا بتبقى موجوده معانا مثلا، اللي من خلالها بنفتح علب الاغذيه وغيرها من الزجاجات المياه الغازيه او غيرها. كذلك طبعا لو اصطحب معاه التليفون المحمول بتاعه او كوب خاص بيه عشان ما يستعملش مثلا اكواب الاخرين وادوات الاخرين. في بعض الرحلات السياحيه طبعا اللي بتبقى بتجلس في الفنادق الغاليه الثمن وكده ما بتحتاجش مثلا الحله دي. كذلك لو في طبق خاص بالانسان عشان ما يستعملش برضه اطباق الاخرين ولا سيما في مكان السكن. طبعا كان زمان الناس بتاخد معاها مثلا كشاف او حاجه كده في حاله انقطاع الكهرباء، وان شاء الله تعالى ما يبقاش في انقطاع الكهرباء، ولكن طبعا الموبايلات والتليفونات والهواتف الذكيه اصبحت بتغني دلوقتي بالكشافات الموجوده فيها عن هذه الادوات. في طبعا احيانا شده الزحام ولا سيما في مكه والمدينه بيؤدي الانسان ان هو بيقف فترات طويله، ففي كرسي بيبقى خفيف جدا، الكرسي ده ممكن الحاج يشيله في ايديه، وده بيباع هناك بكثره ورخيص الثمن. ده برضو من الحاجات اللي ممكن الانسان يشتريها من هناك او يصطحبه معاه من دلوقتي، ولا سيما اذا كان في طوابير طويله في المطارات. كذلك لو في نظاره للقراءه، واهم من ده كله نظاره الشمس. على فكره من اكبر الاماكن اللي فيها شده استضاءه وقوه يعني في الشمس المكان اللي احنا رايحينه ده، مكه المكرمه. فعايز اقول لحضرتك من الاشياء فعلا اللي بتحمي الحج من قوه الشمس النظاره دي. يقول المصنف: اذا كان لديك معاطف فيمكن حفظها في واق خاص مصمم لها وهو متداول في الاسواق بحيث تحافظ على هندامها وكيها. يقول المصنف أيضا: ثم أغلق حقيبتك بإحكام ولا تنسى وضع علامة تعرفها بها، تمييز الشنطة اللي حضرتك بتملكها ولا سيما في المطارات، يعني لزقة ملزوقة عليها مثلا بالقلم مثلا في المصنف ممكن تكتب اسمك عليها أو مثلا في تيكت عليها. يقول: أو طابع باسمك وطرق الاتصال بك، ودي حتة مهمة جدا على فكرة، أنت تحط رقم التليفون بتاعك على التيكت ده. يقول: في حالة فقدانك لها على قطعة بلاستيكية تتصل بيد الحقيبة. وطبعا بيبقى في دلوقتي شنط مجهزة بيبقى فيها اللي هو التيكت ده. كذلك برضو من الحاجات المهمة جدا اللي ينبغي على كل حاج ان هو ولا سيما كبار السن ان هو يصطحب شمسية معاه، لان درجة حرارة عالية جدا وشمس قوية جدا ومبقاش في مكان الانسان يستظل بيه سوى ان هو يستظل بالشمسية اللي في ايده. كذلك برضو احيانا بيحتاج بعض الحجاج انه يبقى معاه كيس احتياطي، لان ممكن يحصل حالة تقيؤ او غيرها اثناء ركوب الاتوبيسات. كذلك ممكن يصطحب معاه يعني سكينة للاحتياجات تجهيز الطعام بتاعه. كذلك لو معاه بعض العملات او اللي هي ممكن يغيرها هناك. كذلك برضو ساعة ممكن يستعمل خلالها تحديد الوقت على التوقيت البلد اللي هو فيها، وكذلك مقص لانه هيستعمله في ولا سيما الستات في موضوع تقصير الشعر بعد الانتهاء من المناسك، ولكن الرجال طبعا الافضل لهم ان هم يذهبوا للحلاق.
يقول المصنف: ولا تنسى وضع جواز سفرك وتذكرة السفر وتأشيرة دخول الدولة التي تريد السفر إليها في الجيب الخارجي من الحقيبة. يعني هو قصده أن أنت إيه، السوستة الخارجية من الحقيبة تبقى حاطط فيها الجواز السفر الورق المهم ده، لأن كل شوية ما تخش في المطار أو على الكاونتر هتطلع الحاجات دي، فما تحطهاش جوه الشنطة قوي. يقول في الجيب الخارجي في حقيبة أوراقك حتى يتسنى لك إخراجها متى احتجت إليها، دون الحاجة إلى البحث عنها بين أوراقك الأخرى في الجيب الرئيسي الحقيبي. إنسان طبعا يعني لو استطاع أن هو يعني يبقى معاه بعض الطعام المجفف أو مثلا كاب يعني من أجل حماية برضو من الشمس ولا سيما الكبار السن، ده برضو من الأشياء المهمة أثناء الحج. طبعا ممكن يكون في بعض الأشياء الأخرى اللي التي يحتاج الحج أو غيرها، التي نسأل الله سبحانه وتعالى لكل حج إن شاء الله تعالى التيسير في هذه الرحلة المباركة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا